تقرير اكتر من رائع لزميلنا ايهاب الجنيدي. كريم، اتكلمنا على ساوث جيت، وانت من وجهه نظرك ان المنتخب الانجليزي يحتاج الى قائد اكتر خبره، نعم، ويحتاج الى مدير فني جديد لمشوار كاس العالم قطر 2022. نعم. على مستوى المنتخب الايطالي شفنا طبعا عدم وصولهم لكاس العالم في روسيا 2018. في خلال ثلاث سنين مانشيني عمل منظومه جديده. انت شايف ايه المميز في روبرتو مانشيني من خلال مشواره الكبير؟ مش هتكلم على اليورو بس، مشواره و34 مباراه بدون هزيمه. شوف كابتن هاني، طبعا مانشيني قدر يخلق لنا شكل جديد للمنتخب الايطالي رغم ان هو معهوش سوبر ستار. صحيح. يعني ربما احنا بنتكلم النهارده انسيني طبعا، يعني ربما يكون هو نجم الفريق الاول من الشكل الهجومي. طبعا اسم انسيني اكتر من ايموبيلي بكتير، يعني كمهاره وكقوه في الفرقه. جورجينيو حتى في وسط الملعب طبعا اسم كبير جدا، ولكنه مش كانتي، يعني ما بيبقاش جورجينيو نفس الدرجه بتاعه بوجبا مثلا. يعني فهو اوريدي قدر ان هو يجيب مجموعه مميزه في مراكزه، وخلق فريق سوليد جدا قوي، خطوطه متقاربه. وخليني ادي حضرتك رقم مميز جدا نعرف من خلاله ليه فعلا الكوره في ليه انجلترا وايطاليا انا في وجهه نظري استحقوا ان هم يوصلوا للفاينل. نتكلم ان اكتر لعيبه عملوا كرات عرضيه، خمس لعيبه في البطوله اكتر خمس لعيبه عملوا كرات عرضيه مش من انجلترا ومش من ايطاليا، وده ياكد لك ان المنتخبين دول ما بيلعبوش على الكرات العرضيه. يعني اندي روبرتسون ظهير اسكتلندا هو اكتر لاعب في البطوله اللي عمل كرات عرضيه صحيحه 12، ووراه الابا من النمسا، وفي رودريجيز من سويسرا، وفي اثنين كمان. احنا بنتكلم على منظومه ايطاليا ما بتلعبش على كرات عرضيه. يعني النهارده بنتكلم المنتخب الايطالي واحد من المنتخبات اللي بدا يلعب كوره، بيلعب بوزيشن جيم، بيلعب كره استحواذ، وقدر يقدم كوره يعني حديثه مختلفه عن الكوره الايطاليه اللي احنا صحيح معتادين عليها، الكره الطويله ودافع واعمل الكاتناتشو والكلام ده كله. فانا بشوف مانشيني يحسب له ده، واعتقد ان هو يعني خد ثقه الاعلام الايطالي بشكل. طيب.